مستمرين مع حضرتك في هذا الخبر أيضا، حيث واصل الإعلام الدولي اهتمامه بكافة تفاصيل الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، التي يشارك فيها قادة العالم وتحظى بتغطية إعلامية هائلة من وسائل الإعلام العالمية كافة بمختلف أنواعها. ونقل الإعلام الدولي عن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن هناك مشاركة كبيرة من الصحفيين الأجانب في قمة المناخ في مصر، كاشفا أن أكثر من 3000 صحفي أجنبي سيغطون قمة المناخ COP27 التي تنطلق اليوم الأحد في شرم الشيخ، موضحا أن 2800 إعلامي ومصور صحفي من 450 وسيلة إعلامية بدأوا في الوصول إلى المؤتمر، وينضم إليهم حوالي 300 مراسل معتمد من قبل الهيئة العامة للاستعلامات يمثلون ما يقرب من 50 مؤسسة إعلامية ولها مكاتب في مصر. أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تزامنا مع المؤتمر نشرتين يوميا صباحية ومسائية ترصد من خلالها تناول الإعلام الدولي بمختلف أنواعه لكافة تفاصيل وفعاليات المؤتمر على مدى أيام انعقاده من 7 حتى 18 من نوفمبر الجاري. أصدرت الهيئة النشرة الصباحية لهذا اليوم متضمنة أهم التغطيات التي حفلت بها وسائل الإعلام العالمية من مختلف قارات العالم، حيث غلب الطابع الإيجابي والموضوعي على هذه التغطيات. بالنظر إلى هذا الكم الهائل أستاذ صلاح، وحضرتك كنت لسه بتتحدث عن بالنسبة للوفود المشاركة المعنيين بالبيئة والنشطاء، بنتكلم عن عشرات الآلاف، بنتكلم أيضا عن قادة ورؤساء دول العالم، ويمكن البعض بيسمي هذا الكوب بأنه كوب أفريقي لأن هي المرة الخامسة في أفريقيا اللي بيعقد هذا المؤتمر، وآخر مرة كانت من 2016 لما كان من 6 سنين في المغرب. وبهذا الكم الهائل، حتى أن بعض المنظمين من الأمم المتحدة بيتحدثوا أن لم تشهد مؤتمرات قمم المناخ السابقة هذا الكم الهائل من تغطية وسائل الإعلام من كل دول العالم. كيف تابعت هذا الزخم، خاصة وإن الحقيقة أن امبارح شفنا واشنطن بوست، نيويورك تايمز، إنديا توداي، العديد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية تتحدث عن هذه القمة في شرم الشيخ؟ طبعا وسائل الإعلام العالمية الآن، يعني لأنه الحدث نفسه هو حدث يستحق الاهتمام، يعني بغض النظر عن انه هذا الموضوع جاء في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة لتغيرات المناخ في العالم، لكن العالم أصبح يستشعر الآن خطورة هذه القضية، لأنه انعكاسها على كوكب الأرض سيشمل الجميع، يعني لن يقتصر على منطقة بعينها لكن أيضا سيشمل كل دول العالم. ويعني انعقاد مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ في هذا التوقيت واهتمام الصحف ووسائل الإعلام العالمية زي ما حضرتك قلتي أن احنا عندنا أكثر من 4000 صحفي وإعلامي من مختلف دول العالم إلى جانب الصحفيين المصريين المتواجدين لنقل تغطية الحدث، ده بيعكس اهتمام العالم أولا بهذه القضية، إلى جانب أنه يعني استضافة مصر زي ما قلنا في بداية الفقرة لهذا الحدث الكبير، طبعا وسائل العالم هتتحدث عن مصر والإمكانيات المصرية واستقبال مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث ومسؤولية الدولة المصرية في مثل هذه المؤتمرات. أعتقد أنه يعني ما بذل في مدينة شرم الشيخ على مدى منذ الإعلان عن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر COP27 أعتقد أنه كانت الأمور تجري على قدم وساق، والأمور لم تترك للصدفة، يعني أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تم تشكيل عدة لجان للوقوف على استعدادات مدينة شرم الشيخ، تحول مدينة شرم الشيخ بالفعل إلى مدينة خضراء، أصبحت الآن تضاهي يعني ما فيش مدينة في العالم أصبحت تمتلك هذا القدر من الإمكانيات اللي هي صديقة البيئة. إذا تحدثنا وسائل المواصلات كلها أصبحت الآن وسائل مواصلات صديقة البيئة، مصر الطيران سيارات رحلة أو رحلة جوية. تجارية جوية امبارح حتى تم تحيتها من قوات الدفاع المدني بالقود الحيوي، يعني فالمسألة يعني أصبحت الآن أنه في اهتمام باستضافة هذا الحدث، وأنه الدولة المصرية اهتمت بالفعل وأن هي أثبتت قدرتها على الفعل،
يعني حتى المبادرات المصرية التي ستطرح في هذا المؤتمر ستكون معبرة بالفعل عن تطلعات الدول النامية. وسبق لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ترأس قمة الدول الإفريقية في عام 2015-2016 وقدم الكثير من المبادرات لمكافحة التغيرات المناخية. أعتقد أنه في هذه الدورة أيضا سيتم تقديم مبادرات مصرية خالصة لمكافحة التغيرات المناخية، ستكون بالفعل بداية لمكافحة التغيرات المناخية على نحو يعني يهتم بهذه القضية الاهتمام اللائق بها، لأنه مسألة أن الدول الإفريقية أو دول العالم النامي تتأثر وتعاني من جراء تداعيات لا تشغل بال الدول المتقدمة، أعتقد أنه آن الأوان لأنه المسألة يتوقف عندها العالم ويقدم الدعم لمكافحة التغيرات المناخية بالفعل. ننتقل مع حضرتك.